الأحزاب الناشئة. أيضا أحب أن أعرج على قضية، يعني يوم أمس سمعت من بعض الأخوة الذين عملوا على تنظيم هذا اللقاء وهذا الاجتماع أنه دعوة الصدر تتكلم عن المستقلين، يعني لا يعني ترفض أن تمنح هذه المبادرة للأحزاب الناشئة. يعني هذه حقيقة انتبهت لها يوم أمس في حديث مع الأخوة، قالوا أن السيد الصدر يريد فقط المستقلين، المستقلين تنظيميا. هذا فقط السيد الصدر؟ فقط السيد الصدر لو الإطار أيضا لو ما عنده مشكلة الإطار أحزاب ناشئة مستقلين ويا يعني من طرف آخر كان مثلا مع الثلاثي ورجع صار ويا بالنتيجة الإطار المبادرة مالته غير واضحة، وهي إشارة فقط في النقطة الرابعة على ما أذكر في مبادرتهم تتكلم عن إيجاد، ما كانت واضحة، يعني ما حد تكلم بصريح العبارة أننا سنمنح القوى السياسية المستقلة أن تشكل حكومة وطنية مستقلة، وطنية أقصد لها عابرة للطائفية والمحاصصاتية. يعني هي دعوة وما تعرف شنو راح يترتب عليها، لكن هذه الخطوة اللي حقيقة قام عليها الأخوة المستقلين هي فرصة أن توضح وتنظر أنه إحنا مستعدين، وعلى الأخوة المبادرين سواء كانوا الإطار أو التيار الصدري أن يقولوا بصريح العبارة نقدم تشكيلة حكومية مستقلة. أيضا لا تنسى النقاش أيضا حتى على رئيس الجمهورية.